بالنسبه لاسعار القمح مصروفنا غالي كثير، والسنه ما في غل بس ما في صرف لبرا. وبالنسبه للاسعار اسعار ميته، ان كان للحنطه وان كان للفول وان كان للحبه السوداء وان كان لكل شيء من صنيف من جميع اصناف الحبوب. وبالنسبه للاسمده، الاسمده اسعارها غالي، يا الله عم توفي مع المزارع. وبالنسبه للسماد، السماد كمان على ذلك الامر كمان مصروف غالي، والسنه الله يتمم لنا على خير وان شاء الله بصير صرف لبرا وبتحسن هالاسعار، بركي عسى ولعلم الدول تصرف لنا هالحنطه وبصير حركه اسعار عنا، لانه اسعارنا قليله جدا. بالنسبه للكتار عم يعطينا طونين طونين ونص، بس اسعار ميته ما عم توفي مع المزارع. عم كلفنا الكتار تقريبا شيء 450-500، وطون الحنطه ب 300 بالنسبه للمزارع. ايش بده يوفي مع المزارع؟ كلف الكتار شيء 1800-2000 دولار. والله لما عم تروح تبيعها يعني اسعار ميته كثير، عم يخسر الواحد المزارع عم يخسر تقريبا شيء 800 دولار بالكتار. يعني مين طالع مصروف همه؟ يعني المزارع شلون عم يعيش؟ شلون بده يدبر حاله السنه هاي؟ ما حد يعرف. الوضع كثير صعب، مأساوي مأساوي لدرجه من الاشكال. طيب ايش سبب نزلت الاسعار؟ ما في الطرقات مفتوحه والتجار عم تتحكم. بالنسبه لزراعه الحنطه وغير السواته في تكلفه جدا، وبالنسبه للاسعار اسعار بس عم بحسبوا لنا الطن 340-320 بشكل تقريبي، يعني طن حب الحنطه بتجي على التكلفه. الاسعار رخيصه بتجي على التكلفه، بنحط حق حب حنطه 250 دولار، نجي على الفلاحه والترتيبه 100 دولار، بتجي على الحصاده 50 دولار، بتجي على المبخات الادويه واسمده شيء يعني حوالي 150 دولار تحط ما التكلفه. بنقارنها ومستاجرين ب 500 دولار فصلاً الهكتار، نجي اخر الموسم تكلفته علينا فوق 900 دولار. اخر الموسم نجي بنحسب حسابنا كاسر مكسورين خالصين ولا ضالين امين، علينا ديون وعلينا كسر، بهدله عارمه. بالنسبه للحنطه اليوم اجار الدلم 50 دولار، 50 يعني الهكتار 500 دولار تقريبا، عم نحط عليه تقريبا شيء 250 كيلو اذا هي على معدل 25 كيلو بالدلم. اليوم كله يعني شيء خسران، اليوم كله شيء خسران. شلون شيء خسران؟ عم بيكلفنا هلا بده اقل شيء الهكتار 3 برميل مظبوط اليوم اذا نسق سقيتين هي، والحمد لله ما في يعني المي اغلب شبابي عم تغور. مثل هلا انا هون مستاجر كويس، استاجرت هون المي غارت راحت كلياتها. خسرت خساره كبيره اول شغله، دافع من جيبي هلق بيجي 500 دولار خساره، بس خساره بالهكتار من عدا اجار ومن عدا هذا. طيب هي ايش قد بده يكون مثلا تسعيره الحنطه حتى توفي مع المزارع؟ اقل شيء 400-480 توفي مع المزارع. يعني هلا مثلا امبارح بعت ب 350، امبارح بعت هون بعت برشيه بعت وحنطه وسطيه ما هي هذا، لاني ليش؟ سقيت نص سقيه